ازيكم يا جماعة؟ ردا على ايميلات كتيرة بتجيلي ان ناس كتيرة بتيجي تكلمني تقول لي ايه، في مش عارف فلان الفلاني بيعالج بالاعشاب، في مش عارف فلان الفلاني بيعالج بالاجهزة، في مش عارف فلان الفلاني بيعالج بالادوية، كل دي علاجات للفيروسات. وي 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 انت رأيك ايه في الناس دي؟ انا كل اللي اقدر اقوله ان انا معرفش الناس دي مين بتعالج ازاي بتعمل ايه، فانا مش هقدر اتكلم على حاجة انا مش عارف وراها ايه. الناس دي بقى بتقول كلام صح، الناس دي بتقول كلام غلط، الناس دي بتنصب، الناس دي مش بتنصب، الناس دي نيتها عامله ايه، انا ما اعرفش. انا اعرف اللي انا بقوله، انا اعرف اللي انا بنصح بيه الناس، انا اعرف اللي انا جربته على نفسي واتخلصت من الفيروس بتاع التسمم في الكبد اللي مفيش علاج بيشفيه، وطلع ان هو نفس الطريقه اللي بتعالج بقيه الفيروسات. اوكي، فانا بتكلم عن تجربه شخصيه، مش بتكلم على حاجة أنا قعدت أتفنن وأخترع فيها. أنا لو ما كانش جالي الفيروس ده أنا مكنتش هعمل الفيديوهات دي أصلا، لأني كنت هبقى عايش طبيعي زي بقية أي الناس اللي عايشة بتاكل وبتشرب وكل حاجة، وكان وزني زايد جدا. بس لما عملت نظام الديتوكس ده، أو لو أنت هتعمل نظام الديتوكس، جسمك هيستفيد من 100 حاجة. صحتك هتبقى أحسن، لو أنت وزنك تقيل هيروح، لو انت عندك دهون، لو انت عندك سكر، لو انت عندك امراض قلب، انسداد في الشرايين. نظام الديتوكس والطريقة الصحية اللي انت هتعيش عليها دي هتظبطك كليا. اوكي، يا ريت كان في دواء، يا ريت، اتمنى ان يبقى في دواء الناس تاخده في خلال كورس كده شهر شهرين يخفوا من غير ما يتعبوا في نظام الصيام ونظام ان هم ما ياكلوش غير فاكهه بس ويشربوا ميه بس ويتبهدلوا ويتعبوا والكلام ده كله. انا اتمنى ان في ناس كتيره بتكلمني يا جماعه عندها فيروسات وتقول انا مقتنع، او انا مقتنعه بكلامك 100%، بس انا اسف، او انا اسف، انا مش هقدر امشي على النظام ده، وانا افضل ان انا اموت بس ما بطلش اكل. كل واحد ليه دماغه، كل واحد ليه ثقافته. ف يا ريت محدش يجي يسالني ايه رايك في ده وايه رايك في ده وايه رايك في ده، ان انا هقول لكم الاجابه انا ما اعرفش. يعني انا الصراحه ما اعرفش الناس دي بتعمل ايه، فما اقدرش ان انا اديك نصيحه او لا. انا بقول للناس انا النظام قلته في الفيديوهات، تاكلوا ايه، تشربوا ايه، تعملوا ايه علشان تخفوا من الفيروس اللي عندكم، وانتوا بتعملوا ده هيفيدكم في صحتكم، هيفيدكم اللي انتوا تتجنبوا امراض قلب، سكر، سمنه، الكلام ده كله. حياتك هتتظبط، ان احنا بنرجع حياة الانسان زي ما ربنا مخلقه بدون صناعات. اوكي، فانا عارف ان النظام اللي انا بكلمكم فيه صعب، بس هي دي الصراحة، يعني هي دي الطريقة اللي انا استفدت منها، وهي دي الطريقة اللي الناس اقتنعت باللي انا بقوله 100% ومشيت عليه، فعلا خفوا من الفيروسات اللي عندهم، وانا بنزل لكم نتائج تحية على كده. فالطريقة صعبة، بس هي دي الطريقة الوحيدة. الطريقة صعبة ومش سهل أي حد يعملها، بس هو ده الطريقة الوحيدة. ياريت يكتشفوا حاجة في المستقبل تخلص الناس من غير عذاب الصيام ده، بس هو برضو مفيد ليك، بس هيفيد الناس كلها، ياريت. بس هو دي الطريقة اللي أنا أعرفها. مفيش حاجة سهلة، مفيش حاجة بتيجي بالساهل، انت عشان توصل لأي حاجة في حياتك لازم بتتعب، فمفيش حاجة سهلة يا جماعة. والنظام اللي انا بقول عليه صعب مش سهل، بس لو مشيت عليه لفترة كام شهر انا بقولك ان انت هتخف. باي باي.